يقدم مركز نوماس عدة دورات، دورة آداب المجلس، دورة الرماية، دورة ركوب الخيل، ركوب الهجن، الرزيف، المقناص، عد القصيد. فهذه الدورات أيضا فيها تأسيسية وفيها دورات متقدمة. دورة الهجن يتعلم منها المشارك ركوب الهجن، كيفية شد الذلول، مسميات. فهذه دورة تراثية وأيضا محبوبة لدى شريحة كبيرة من المشاركين. دورة ركوب الهجن تقام على مدى 4 أيام، ساعة في اليوم. الأطفال أول كانوا يرون الهجن يخافون منها، الآن يتعامل معها ويركب. فياليت والله من أي شخص يعني يعطي ابنه الفرصة هذه أنه يقرب من هذا المخلوق الجميل. الله حيهم، حياكم السلام. جينا احنا مجموعة شباب طلبنا المركز، وجينا المركز كمدربين حق ركوب الهجن. حياكم، استريح استريح. نتعلمناها من شيباننا، وبعدين صارت هواية عندنا. لا قريب، أنا بوقف. الهواية هاي هي اللي وصلت لمركز نوماس. حياكم الله. الله يحييك. في مركز نوماس الناس ما عاد تهتم في ركوب الهجن، فاحنا نعيد هذا الشيء حق العيال. فأكثر الحين شباب الموجودين ما يركب الهجن ولا يعرف كيف طريقة يتعامل مع الهجن. تو في مركز نوماس اليوم، وأنا مدربكم حسن عمير النعيمي، نعلمكم كيف تتعاملون مع الناقة. دورة ركوب الهجن مقسومة لثلاث مراحل. أول مرحلة نعلمهم كيف ركوب الهجن، وثاني مرحلة يركب هو بنفسه، ثالث مرحلة حاضرين لهم مسابقة، واللي بيفوز له جائزة من قناة الرياض. يوم أول يوم جواز ركوب الهجن، أنا متحمس ومستانس عشان أركب الهجن مثل أجدادنا وأبائنا. كان الناس الأول الآباء والأجداد هم اللي كانوا يمتطون الإبل، يروحون عليها ويجون قبل السيارات وقبل كل شيء. فكانت حياتهم وهي رحولهم هي المطايا. احنا بنتعلم الحين اصول ركوب الهجن، كيف نركب، كيف ننزل، كيف نتعامل مع الناقة، كيف تروح يمين، كيف متى الدرهم، متى تقبض، متى تنوخ، ربعك كيف يركبون. لازم الناس كلها جاهزة عشان يركبون مع بعض، ما تصير تركب انت جاهز وغيرك مو بجاهز. كلها هي ركوبها ونزولها كلها من الجهة اليسار. الأخطام حد ردع الناقة بيده، تردع الناقة الأخطام، ترخيها، خليها تمشي على رحل. لازم القياس على يدك والأخطام تجمعها في يدك، شد ترخي الأخطام، العصا تكون على كتفك بالطريقة هذه. حبيت تستعملها تنزل عصا، ما تبي تستعملها تخليها على كتفك. هو الركوب الصحيح. الحين بنقوم من هني وبنروح عند المطايا، بعلمكم كيف الركوب وكيف صنع المطايا كلها. يلا حياكم. ايش يلا حياكم، وقفوا هني. الحين بنعلمكم كيف الركوب والنزول من الهجن، وبنسمي لكم مسميات اشداد كاملة. ويانا محمد خميس النعيمي، احنا بنشرح اول شيء الركوب كيف نتعامل مع الناقة. الاخطام، عطني محمد الاخطام من الناقة. الاخطام الريال اللي بيركب ما يحطه، ما يدخل يده فيه، هاي ممنوع، كل منع بات بالطريقة هذه، عشان لو طحت ولا سبحان الله ولا شيء يفرط الاخطام من يده. هذا لسلامة الراكب، حتى لو غفل، سبحان الله، قفزت مطيته، جفلت حاجة، الأخطام ما يكون شاير في يده يطيح وتسحبه.
مشكلة كبيرة بعدين ما أنت بقادر تفك نفسك. بعدين الريال ما يركب بنعاله. نعاله خليها تحت. وقبل ما يركب لازم يرفع ثوبه. ويثني ريله. ركبته اليمين. قبل ما يركب هاي عصاته عنده في يده. اخ اخ لازم يقيس الناقه يقول لها اخ وينزل عصا اخ الين يستعدل بالطريقه هذه. عصاي في يدي. كن راكد الريال. يعني ما بعضهم يقحص على الناقه ويطمر في ظهرها تقحص الناقه. اي نعم تطمر. تركب ريولك قدام، هذه ريولك لازم تكون قدام. العصا تكون بالطريقه هذه على كتفك. احتجتها نزلها. تضربها من يمين تروح يسار، تضربها من يسار تروح يمين. تبي توقف تسحب الاخطام. هذا الاخطام. اللي في خشمها الصريمه. لي تبنزل انزل بنفس ما ركبت انزل. ريلي مثنيه وانزل. الحين محمد بيعطيكم مسميات اشداد كامل. لو نشرح شوي عن الشداد هذا عشان تغدي لكم، عشان تغدي فكره عندكم. لو ابتدينا بالصريمه، الصريمه هي اللي تقبض حكمه الناقه تركب على خشمها. ونربط الصريمه بالاعذار ذا. الاعذار يعذر للصريمه سبحان الله القطت لها عشبه ولا انزلت الا صريمتها ما تقلط وتطيح. ما تطيح. قابضه ترادعه الصريمه الاعذار ذا. وذي اسمها الخناقه، هذه الخناقه. والخطام يكون من يسار عند الركاب عشان يقبضه بيده اليسار. وهذه هذا الجاعد هو اللي يوالي الركاب عشان الركاب يرتاح يكون له جاعد، جاعد وافي هو اللي يركب عليه. وهذه طال عمرك شداد وهذا اللي على طرافه يمين ويسار هذه المصاليب. المصاليب يستخدمها الراكب في الزمان القديم حق الربط. يربط له قربة ماء. يربط فيها خرج، يحط فيها اغراضه. يعني يستخدمها اي شيء يبغي يربطه يربطه بالمصلاب لانه اقوى شيء في الشداد. لو شرحنا عن اللي تحت الهولاني ذا هذه البده ولا الطراحه. هذه يسوونها من ليف، ليف وخلق يحمي الناقه من شداد الحطب ذا القرض، يحميها يغدي وقى لها تحت. عشان ما ياكل غاربها. اي نعم. والاولي ذا الصغير يسمونه الزوار. زوار ليش سموه زوار؟ لأنه يجي قدام الزور. الناقة اللي سبحان الله لا خبيت ولا شيء، إذا ما فيها زوار بخطورة، بخطورة شدادها يطيح. واللي ورا الزور يجيك لبطان، لبطان هو الأساسي بعد يقبض الشداد منه ويتفد على بطنها وينربط منه. وبعدين يجيك طال عمرك لا 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 الساحة، يحطون الساحة العرب الأول منها توقيه من الناقه ومنها اللي قاعد يفرشها يقعد ولا يتلحف بها لا بغى يمسي اذا هو طارش مطراش طويل. وفوق الساحه يحطون الخري. الخري هذا طال عمرك يشلون فيه اغراض. لازم تشيك على ناقتك كل شيء مضبوط، صقاعك موثق، ابطانك موثق، زوارك موثق. اركب اسمي بسم الله واتوكل على الله واركب واتوكل على الله. لازم تشيك قبل ما تركب. وربط الصقاع مني من يمين. ما نربطها من يسار، إذا ربطناه من يسار يمكن وانت راكب ينشب في ريلك. الناقة تقوم وتبرك. ليش؟ منزعجة يمكن احنا حولها قريب. فنوخها مرة ثانية، نوخها مرة ثالثة، شوي شوي نقارد لها إلين تهدأ. هذا العقال. احنا دائما الدورات اللي عندنا نشرح لهم لازم نعقل الناقة عشان ما تقوم وتبرك. والحين هاي المعلومة آخر معلومة خلصنا، وإن شاء الله المرحلة الجاية تركبون ونعلمكم الطريقة كاملة. والله يعطيكم العافية إن شاء الله. أنا قبل ما كنت أعرف كيفية ركوب الهجن أو الأشياء اللي تتعلق بركوب الهجن، واليوم حصلت لي الفرصة وجيت مركز نماس عشان أتعلم كيفية ركوب الهجن، وهذا موروث أبانا وأجداد. أول يوم في الدورة كان يعني مستواهم جيد، وشرحنا لهم شرح شفهي عن الشداد وعن كيفية ركوب الذلول والنزول منها وكيفية التعامل منها. بتشوفونه إن شاء الله في ثاني مرحلة وثالث مرحلة بتشوفونه بيتطور وبيتحسن مستواهم. سألين توفيق الله سبحانه وتعالى لهم.
هلا خليني. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. احد يضحك. انتهينا من المرحلة الأولى اللي هي نظرية، وبنبدأ في المرحلة الثانية إن شاء الله اللي هي تطبيقية. البداية يعني ركوب الطلبة على المطايا، نخلي الرعيان يقودون الطلبة الموجودين اللي عندنا إلين هو يطمن من الركوب. والمطايا ما تدرهم عندنا، كلها مشي، احنا معلمينها على المشي، وما تنحد ولا تضرب من العصا إلا بالحد، حد الناقة بس، يا يمين يا يسار أو حق البروك. المرحلة الأولى كانت تمثيلية، وأنا حفظت كل شيء قال المدرب. اليوم المرحلة الثانية يا رب تكون سهلة. والحين إن شاء الله إحنا بنبتدي في المرحلة الثانية، مرحلة ركوب الذلول. كيف تركب الذلول وكيف تحمي نفسك منها وتسنع نفسك وتسنع ذلولك، وعسى الله يحفظكم إن شاء الله. الواحد قبل لا يركب لازم يشيك على اشداده. شوف انت اللي شديت الناقه، مو بنت غيرك، لكن انت ليه تبي تركب لازم تشيك على اشداده. زوارك ممسوس، ابطانك ممسوس، شقاعك ممسوس. ايه اول تقيس ناقتك قبل ما تركب. شوف قيسها لا تركب. ايوه يلا قيس ناقتك عادي قبل ما يلا تركب. يلا اركب. قل لها اخ. ايوه اي اركب اركب. ايوه اركب. استعدل استعدل، قدم ريولك شوي. الطلبة صراحة يجون عندهم شجاعة ويبدون يركبون وما عندهم أي تخوف. أيوة استعدل استعدل عدل. انزل يلا قيس ناقتك. انزل. أيوة بس وقف. أيوة أيوة يلا رح ريلك. لا لا عود. انزل قيسها مرة ثانية وريلك وانت مفتر كامل بجسمك. اي وريلك مثنية. يلا راح. ايوه قدم ريولك. ايوه وش تقبض اذا ركبت عادي. يلا حول. ركوب المطايا مع التمرين كل ما تتمرن زياده كل ما تسهل عليك، وانا اليوم متحمس اني بركب المطايا وانا مو بخايف من المطايا. الحين عرفتوا كيف تركبون وعلمناكم وركبتوا ونزلتوا، الحين تركبون والريال يركب ويقيس ناقته مع ركوبه ويركب. يلا تفضلوا. يلا يلا محمد قوم 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 يا احمد. يلا خلوا مسافات بينكم. المرحلة الثانية اللي هي التطبيقية بيكونون العيال يركبون المطايا، كيف يحد الناقة، كيف يقبض الاخطام، متى يحتاج قبض الاخطام ومتى يرخي الاخطام، ومتى يعطي الناقة يروح أو يسار أو يمين، كلها بالعصا، حد بالعصا. بطلوا يديكم من الصقاع. ايه ريح ريولك ريح ريولك. الحين بننوخ، كل واحد يرجع ظهره ورا ولا يرتخي عشان ما يطيح على قدام. يلا نوخ يا محمد. أول واحد الحين كل واحد ينزل بالطريقة اللي احنا علمناكم إياها. يلا انزل يا سيف، انزل يا عبد الرحمن. يلا بارك الله فيكم. بيض الله وجهكم. اليوم حين خلصنا المرحلة الثانية، المرحلة التطبيقية،
وان شاء الله انه يتحسن مستواكم في المستقبل. وسالين توفيق الله لكم وحياكم الله. علمناهم اسس كيف التعامل مع الذلول وكيف ركوبها والنزول منها. احنا مجهزين مسابقه حق العيال، واللي بيفوز فيها ان شاء الله له جائزه من قناه الرياض. اليوم المرحلة الثالثة والعيال جاهزين حق ركوب المطاية والمسميات شداد كامل. هم حاضرين لهم مسابقة مسميات شداد كاملة، والمرحلة الثانية اللي هي ركوب المطية بيكون من الجهة اليسار، الأخطام في اليد اليسار، العصا في اليد اليمين، والعصا بتكون قائمة على الكتف. وبيكون متى يقوم الناقة وبياخذ لفة وعقب بيرجع بينوخ، وهذا بيكون تقييم الطالب على المسابقة. اليوم المسابقة، طوال الفترة اللي طافت أنا كنت أحاول أستفيد من كلام المدربين قد ما أقدر، في شوي توتر من المنافسين، لكن إن شاء الله المركز الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم المدرب احمد بن علي بن ضابط الدوسري. نعم. بحالك، استريحوا. اليوم وصلنا للمرحله الثالثه، واليوم عندنا مسابقه. المسابقه عباره عن مسميات شداد، وبعد ما ننتقل من المسابقه هذه في مرحله ثانيه اللي هي ركوب المطيه. احمد دخلها فيها توكا. توكا. يلا احمد، هذه مسميات شداد. البدايه؟ اي البدايه. خناقه. ايوه. هذه الصريمه. ايوه. والخطام. ايوه. وهذه هذا العذار. هذا الكاموخ. طراحه. ايوه. جزوار. ايوه. دبان. ايوه. هذا المصلاب. هذا الجاعد. قري. ساحة. هذه الرداعة. زين. هذا الصقاع. أيوة. هذا الصقاع. حلو. هذا المحوي. توكل. اللي بعدها عبد الرحمن. خلي. توكل. يلا عبد الرحمن. شوف لي. شداد الناقة. هذه الصريمة. أيوة. الناقة. العذار. أيوة. الخطام. أيوة. الغونة. المصلاب. كاموخ. أيوة. الزوار. هذا أيوة. البان. الساحة. الخري. الجاعد. الصقاع. أيوة. المحوي. أيوة. برنوس. ذا الصريمة. أيوة. ذا الخراقة. أيوة. وبعد. خلاص اوكي. اللي تحت الساحه. ايوه. والصقاع. ايوه. والجاعد. الصريمه. ايوه. خناقه. ايوه. ما يحتاج تقبضه، بس قول لي وش هو. صاب. هلا؟ صاب. انزين، وبعد؟ ساح. خلاص؟ هذا الاسود. شداد. لا، انزين، وهذا؟ صقاع. ايوه هذا. ما عرفته. توكل توكل. يلا الحين جاهزين حق ركوب المطايه؟ جاهزين. توكلوا على الله.
يلا يا احمد يلا الحين استلمها وعلي يلا خذ عصاك من عند الرجال عود شوي ورا روح دقها برجلك دقها برجلك دقها برجلك دقها برجلك دق برجلك دق روح ايه. سيده رح سيده كذا رح ايوه سيده دق برجلك روح دق برجلك تعال مني دقها برجلك دقها برجلك قصر طول سيده نزلتها ها ريله قدام يلا بسم الله تكلم يلا دق الناقة دق الناقة بالعصا رح بالعصا وبرجلك اي بط جرها ما عليك منها اضربها على اضربها من يمين بالعدال لا تخب يا ود اختام روح دقها بالعصا ودقها بريلك بالعدال لا تخب الناقة بالعدال ردها اي العوزنا ما برايحه ما عادها برايحه كثر مره خلاص حط العصا في يمها دقها برجلك حط العصا يمين دقها برجلك حرك رجلك دق رجلك دقها بريلك عبد الرحمن دقها بريلك حط العصا اي رح دقها بالعصا ينوخ يلا نوخ اخ قول لها اوه انا شو رايك هاتي في اخ طاحت ما بتنزل كم مرة بركات وكم مرة قامت يلا يعطيك العافية الله يعافيك يا عبد الرحمن خطأ سجل الأخطاء كم خطأ عند أحمد خطأين تقريبا هو خطأ واحد خطأين هو أي. إيه أوكي عبد الرحمن خطأ واحد أنا وقفت بس خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يلا عندكم علي. يعطيكم العافية يا شباب. ما قصرتم. الفائز طبعاً واحد. ركوبكم كلكم نفس الشيء. لكن فيه واحد أحسن من واحد. أفضل لازم. من شخص. في الركوب ولا سواق الشد. خطأ. شد الناقة. في شيء خطأ بسيط. الأخطاء اللي بينكم كلها قريبة من بعض. زين. يظهر اللي هو الفائز الأول. عبد الرحمن الخليفي. ايوه
يمكن لنا جائزة. بيني وبين ربعي ما في مستوى ان انا اعلى منهم بشيء، كلنا مستوانا واحد، بس كل واحد وغلط عنده. انا فرحانه اليوم فايز، وانا اول شيء ما كنت متوقع ان انا اللي افوز، كنت متوقع ان احمد، بس في النهايه طلع ان راي الحكام ان انا اللي افوز. الحمد لله على كل حال. استاذ احسن خذ احسن ناقه وبعد تبيها اكيد. استاذ عبد الرحمن، احنا كمدربين هجن في مركز نوماس فخورين ان احنا ندرب العيال، وان شاء الله انهم يعني طبعا يكونوا يدربون الاجيال الجايه على العادات والتقاليد.